لو ما بتعرفش تنام وبتعاني من الاكتئاب الشديد، ايه رأيك ان انا ممكن ازيل لك الاكتئاب وكل الافكار السيئة والسلبية اللي موجودة في جسمك في دقيقة واحدة؟ هات كوباية مية زي ديت واستمع ليها الان. غمض عينيك، بسم الله الرحمن الرحيم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم إنا نسألك الهداية والتقى والعفو والعافية والغنى وراحة النفس الأبدية يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة، إنك سميع الدعاء قريب مجيب يا أرحم الراحمين، آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. الماء اللي قدامك اشربها كده وقول بسم الله. هتلاقي طعمها زي العسل بالظبط. اما في حالة لو كانت الماء مرة او طلع من تحت الارض، فكرر المقطع ده مرتين، هتلاقي طعمها سكر. ثم بعد ذلك خد نفس وحاول تفكر في كل الافكار السلبية، هتلاقي انتهت من حياتك تماما. بسم الله. الحمد لله. هتلاقي انشراح في صدرك الان، حصل ولا ما حصلش؟ لو ما ضاعش من عندك الكتاب ولسه بتفكر في الافكار السلبيه، قول لي انت غير صادق في التعليقات، لان ما فيش واحد جرب الطريقه ديت وهو ممكن بالله جل وعلا الا شفاه الله عز وجل مما يعاني باذنه وكرمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، شارك لغيرك فادع على خيرك فعلي في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.